ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تأملت أحوال الصوفية والزهاد، فرأيت أكثرها منحرفا عن الشريعة بين جهل بالشرع وابتداع بالرأي، يستدلون بآيات لا يفهمون معناها، وبأحاديث لها أسباب وجمهورها لا يثبت. فمن ذلك أنهم سمعوا في القرآن العزيز: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وأنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. ثم سمعوا في الحديث: للدنيا أهون على الله من شاة ميتة على أهلها، فبادحوا ولا يذم. فبان لنا أن الذم إنما هو لأفعال الجاهل أو العاصي في الدنيا، فإنه إذا اقتنى المال المباح وأدى زكاته لم يلم. فقد علم ما خلف الزبير وابن عوف وغيرهما، وبلغت صدقة علي رضي الله عنه 40,000، وخلف ابن مسعود 90,000، وكان الليث بن سعد زوجات وسراري، وجمهور الصحابة كانوا على الإكثار في ذلك. وكان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 4 حرائر و17 أمة، وتزوج ولده الحسن نحوا من 400. فإن طلب التزوج للأولاد فهو الغاية في التعبد، وإن أراد التلذذ فمباح، يندرج فيه من التعبد ما لا يحصى من إعفاف نفسه والمرأة إلى غير ذلك. وقد أنفق موسى عليه السلام من عمره الشريف 10 سنين في مهر ابنة شعيب، فلولا أن النكاح من أفضل الأشياء لما ذهب كثير من زمان الأنبياء فيه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: خيار هذه الأمة أكثرها نساء. وقالت سرية الربيع بن خثيم: كان الربيع يعزل. وأما المطعم فالمراد منه تقوية البدن في عبادة الله عز وجل، وحق على ذي الناقة أن يكرمها لتحمله. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل ما وجد، فإن وجد اللحم أكله، وكان يأكل لحم الدجاج، وأحب الأشياء إليه الحلوى والعسل، وما نقل عنه أنه امتنع من مباح. وجيء علي رضي الله عنه بفالوذج فأكل منه وقال: ما هذا؟ قالوا: يوم النوروز. فقال: نورزونا كل يوم. وإنما يكره الأكل فوق الشبع، واللبس على وجه الاختيال والبطر. وقد اقتنع أقوام بالدون من ذلك، لأن الحلال الصافي لا يكاد يمكن فيه تحصيل المراد، وإلا فقد لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلة اشتريت له 27 بعيرا، وكان لتميم الداري حلة اشتريت 1,000 درهم يصلي فيها بالليل. فجاء أقوام فأظهروا التزهد
وابتكروا طريقة زينها لهم الهوى ثم تطلبوا لها الدليل، وإنما ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل لا أن يتبع طريقا ويتطلب دليلها. ثم انقسموا، فمنهم متصنع في الظاهر ليث الشرى في الباطن، يتناول في خلوات الشهوات وينعكف على اللذات ويري الناس بزيه أنه متصوف متزهد، وما تزهد إلا القميص، وإذا نظر إلى أحواله فعنده كبر فرعون. ومنهم سليم الباطن إلا أنه في الشرع جاهل، ومنهم من تصدر وصنف فاقتدى به الجاهلون في هذه الطريقة وكانوا كعمي اتبعوا أعمى. ولو أنهم تلمحوا للأمر الأول الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضي الله عنهم لما زلوا. ولقد كان جماعة من المحققين لا يبالون بمعظم في النفوس إذا حاد عن الشريعة، بل يوسعونه لوما. فنقل عن أحمد أنه قال له المروزي: ما تقول في النكاح؟ فقال: سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: قد قال إبراهيم، قال فصاح بي وقال: جئتنا ببنيات الطريق. وقيل له: إن سريا السقطي قال: لما خلق الله تعالى الحروف وقف الألف وسجد الباء، فقال: نفر الناس عنه. واعلم أن المحقق لا يهوله اسم معظم، كما قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أتظن أن طلحة والزبير كانوا على الباطل؟ فقال له: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. ولعمري إنه قد وقر في النفوس تعظيم أقوام، فإذا نقل عنهم شيء فسمعه جاهل بالشرع قبله لتعظيمهم في نفسه. كما ينقل عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال: تراعنت علي نفسي فحلفت ألا أشرب الماء سنة. وهذا إذا صح عنه كان خطأ قبيحا وزلة فاحشة، لأن الماء ينفذ الأغذية إلى البدن ولا يقوم مقامه شيء، فإذا لم يشرب فقد سعى في أذى بدنه. وقد كان يستعذب الماء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أفترى هذا فعل من يعلم أن نفسه ليست له وأنه لا يجوز التصرف فيها إلا عن إذن مالكها؟ وكذلك ينقلون عن بعض الصوفية أنه قال: سرت إلى مكة على طريق التوكل حافيا، فكانت الشوكة تدخل في رجلي فأحكها بالأرض ولا أرفعها، وكان علي مسح فكانت عيني إذا آلمتني أدلكها بالمسح فذهبت إحدى عيني. وأمثال هذا كثير، وربما حملها القصاص على الكرامات وعظموها عند العوام، فيخايل لهم أن فاعل هذا أعلى مرتبة من الشافعي وأحمد. ولعمري إن هذا من أعظم الذنوب وأقبح العيوب، لأن الله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لنفسك عليك حقا. وقد طلب أبو بكر رضي الله عنه في طريق الهجرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلا، حتى رأى صخرة ففرش له في ظلها. وقد نقل عن قدماء هذه الأمة بدايات هذا التفريط، وكان سببه من وجهين: أحدهما الجهل بالعلم، والثاني قرب العهد بالرهبانية. وقد كان الحسن يعيب فرقدن السبخي ومالك بن دينار في زهدهما،
فرؤي عنده طعام فيه لحم، فقال: لا رغيفي مالك ولا صحني فرقد. ورأى على فرقد كساء فقال: يا فرقد، إن أكثر أهل النار أصحاب الأكسية. وكم قد زوق قاص مجلسه بذكر أقوام خرجوا إلى السياحة بلا زاد ولا ماء، وهو لا يعلم أن هذا من أقبح الأفعال، وأن الله تعالى لا يجرب عليه. فربما سمعه جاهل من التائبين فخرج فمات في الطريق، فصار للقائل نصيب من إثمه. وكم يروون عن ذنون أنه لقي امرأة في السياحة فكلمها وكلمته، وينسون الأحاديث الصحاحة: لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا بمحرم. وكم ينقلون أن أقواما مشوا على الماء، وقد قال إبراهيم الحربي: لا يصح أن أحدا مشى على الماء قط. فإذا سمعوا هذا قالوا: أتنكرون كرامات الأولياء الصالحين؟ فنقول: لسنا من المنكرين لها، بل نتبع ما صح، والصالحون هم الذين يتبعون الشرع ولا يتعبدون بآرائهم. وفي الحديث: إن بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم. وكم يحثون على الفقر حتى حملوا أقواما على إخراج أموالهم، ثم آل بهم الأمر إما إلى التسخط عند الحاجة، وإما إلى التعرض بسؤال الناس. وكم تأذى مسلم بأمرهم الناس بالتقلل، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس. فما قنعوا حتى أمروا بالمبالغة في التقلل. فحكى أبو طالب المكي في قوت القلوب أن فيهم من كان يزن قوته بكربة رطبة، ففي كل ليلة يذهب من رطوبتها قليل. وكنت أنا ممن اقتدى بقوله في الصبا: فضاق المعى وأوجب ذلك مرض سنين. أفترى هذا شيئا تقتضيه الحكمة أو ندب إليه الشرع؟ وإنما مطية الآدمي قواه، فإذا سعى إلى تقليلها ضعف عن العبادة. ولا تقولن: الحصول على الحلال المحض مستحيل، لذلك وجب الزهد، تجنبا للشبهات، فإن المؤمن حسبه أن يتحرى في كسبه هو الحلال، ولا عليه من الأصول التي نبتت منها هذه الأموال. فإنا لو دخلنا ديار الروم مثلا فوجدنا أثمان الخمور وأجرة الفجور، كان لنا حلالا بوصف الغنيمة. أفتريد حلالا على معنى أن الحبة من الذهب لم تنتقل مذ خرجت من المعدن على وجه لا يجوز؟ فهذا شيء لم ينظر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أوليس قد سمعت أن الصدقة عليه حرام؟ فلما تصدق على بريرة بلحم فأهدته جاز له أكل تلك العين لتغير الوصف. وقد قال أحمد بن حنبل: أكره التقلل من الطعام، فإن أقواما فعلوه فعجزوا عن الفرائض. وهذا صحيح، فإن المتقلل لا يزال يتقلل إلى أن يعجز عن النوافل ثم الفرائض، ثم يعجز عن مباشرة أهله وإعفافهم، وعن بذل القوى في الكسب لهم، وعن فعل خير قد كان يفعله. ولا يهولنك ما تسمعه من الأحاديث التي تحث على الجوع، فإن المراد بها إما الحث على الصوم، وإما النهي عن مداومة الشبع. فأما تنقيص المطعم على الدوام فمؤثر في القوى فلا يجوز. واسمع مني بلا محاباة، لا تحتجن علي بأسماء الرجال،
فتقول قال بشر وقال إبراهيم بن أدهم، فإن من احتج بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أقوى حجة، على أن لأفعال أولئك وجوها نحملها عليهم بحسن الظن. ولقد ذكرت بعض مشايخنا ما يروى عن جماعة من السادات أنهم دفنوا كتبهم، فقلت له ما وجه هذا؟ فقال أحسن ما نقول أن نسكت، يشير إلى أن هذا جهل من فاعله. وتأولت أنا لهم فقلت لعلهم ما دفنوا من كتبهم فيه شيء من الرأي، فما رأوا أن يعمل الناس به. ولقد روينا في الحديث عن أحمد بن أبي الحواري أنه أخذ كتبه فرمى بها في البحر وقال نعم الدليل كنت، ولا حاجة لنا إلى الدليل بعد الوصول إلى المدلول. وهذا إذا أحسننا به الظن قلنا كان فيها من كلامهم ما لا يرتضيه، فأما إذا كانت علوما صحيحة كان هذا من أفحش الإضاعة. وأنا وإن تأولت لهم هذا فهو تأويل صحيح في حق العلماء منهم، لأن قد روينا عن سفيان الثوري أنه قد أوصى بدفن كتبه، وكان ندم على أشياء كتبها عن قوم، وقال حملني شهوة الحديث، وهذا لأنه كان يكتب عن الضعفاء والمتروكين، فكأنه لما عسر عليه التمييز أوصى بدفن الكل. وكذلك من كان له رأي من كلامه ثم رجع عنه جاز أن يدفن الكتب التي فيها ذلك على وجه التأويل للعلماء. فأما المتزهدون الذين رأوا صورة فعل العلماء ودفنوا كتبا صالحة لئلا تشغلهم عن التعبد، فإنه جهل منهم، لأنهم شرعوا في إطفاء مصباح يضيء لهم مع الإقدام على تضييع مال لا يحل تضييعه. ومن جملة ما عمل بواقعة دفن كتب العلم يوسف بن أسباط، ثم لم يصبر عن التحديث فخلط فعد في الضعفاء. ثم روى ابن الجوزي بسنده عن شعيب بن حرب يقول قلت ليوسف ابن أسباط كيف صنعت بكتبك؟ قال جئت إلى الجزيرة فلما نضب الماء دفنتها حتى جاء الماء عليها فذهبت. قلت ما حملك على ذلك؟ قال أردت أن يكون الهم واحدا. قال العقيلي وحدثني آدم قال سمعت البخاري قال صدقة دفن يوسف ابن أسباط كتبه، وكان بعد يغلب عليه الوهم فلا يجيء كما ينبغي. قال ابن الجوزي الظاهر أن هذه كتب علم ينفع، ولكن قلة العلم أوجبت هذا التفريط الذي قصد به الخير وهو شر. فلو كانت كتبه من جنس كتب الثوري فإن فيها عن ضعفاء ولم يصح له التمييز قرب الحال، إنما تعليله بجمع الهم هو الدليل على أنها ليست كذلك. فانظر إلى قلة العلم ماذا تؤثر مع أهل الخير. ولقد بلغنا في الحديث عن بعض من نعظمه ونزوره أنه كان على شاطئ دجلة فبال ثم تيمم، فقيل له الماء قريب، فقال خفت ألا أبلغه. وهذا وإن كان يدل على قصر الأمل، إلا أن الفقهاء إذا سمعوا عنه مثل هذا الحديث تلاعبوا به، من جهة أن التيمم إنما يصح عند عدم الماء، فإذا كان الماء موجودا كان تحريك اليدين بالتيمم عبثا، وليس من ضروري وجود الماء أن يكون إلى جانب المحدث، بل لو كان على أذرع كثيرة كان موجودا،
فلا فعل للتيمم ولا أثر حينئذ. ومن تأمل هذه الأشياء علم أن فقيها واحدا وإن قل أتباعه وخفت إذا مات أشياعه أفضل من ألوف تتمسح العوام بهم تبركا ويشيع جنائزهم ما لا يحصى. وهل الناس إلا صاحب أثر يتبعه أو فقيه يفهم مراد الشرع ويفتي به؟ نعوذ بالله من الجهل وتعظيم الأسلاف تقليدا لهم بغير دليل، فإن من ورد المشرب الأول رأى سائر المشارب كدرة. والمحنة العظمى مدائح العوام فكم غرت، كما قال علي رضي الله عنه: ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئا. ولقد رأينا وسمعنا من العوام أنهم يمدحون الشخص فيقولون: لا ينام الليل ولا يفطر النهار ولا يعرف زوجه ولا يذوق من شهوات الدنيا شيئا، قد نحل جسمه ودق عظمه حتى إنه يصلي قاعدا، فهو خير من العلماء الذين يأكلون ويتمتعون، وذلك مبلغهم من العلم. ولو فقهوا علموا أن الدنيا لو اجتمعت في لقمة فتناولها عالم يفتي عن الله عز وجل ويخبر بشريعته كانت فتوى واحدة منها يرشد بها إلى الله تعالى خيرا وأفضل من عبادة ذلك العابد باقي عمره. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقيه واحد أشد على إبليس من 1000 عابد. ومن سمع هذا الكلام فلا يظنن أنني أمدح من لا يعمل بعلمه، وإنما أمدح العلماء العاملين بالعلم وهم أعلم بمصالح أنفسهم، فقد كان فيهم من يصلح على خشن العيش كأحمد بن حنبل، وكان فيهم من يستعمل رقيق العيش كسفيان الثوري مع ورعه ومالك مع تدينه والشافعي مع قوة فقهه. ولا ينبغي أن يطالب الإنسان بما يقوى عليه غيره فيضعف هو عنه، فإن الإنسان أعرف بصلاح نفسه. وقد قالت رابعة: إن كان صلاح قلبك في الفالوذج فكله. ولا تكونن أيها السامع ممن يرى صور الزهد، فرب متنعم لا يريد التنعم وإنما يقصد المصلحة، وليس كل بدن يقوى على الخشونة، خصوصا من قد لاقى الكد وأجهده الفكر أو أمضه الفقر، فإن لم يرفق بنفسه ترك واجبا عليه من الرفق بها. فهذه جملة لو شرحتها بذكر الأخبار والمنقولات لطالت، غير أني سطرتها على عجل حين جالت في خاطري، والله ولي النفع برحمته. كلام ذهب ده، كلام أنا اخترت هذا الصيد الثمين لأقضي به معكم 10 الأواخر، لأن في هذا جمل كثيرة من العلم. وما ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى إنما سطره بما رآه بعينه وما لابسه مع الناس. وأنتم تعلمون أن ابن الجوزي رحمه الله كان أشهر واعظ في زمانه، كان يصلي خلفه 100 ألوف، وكان الخليفة يتحرى الصلاة خلفه، وكان مفتوحا عليه يأتي بالعبارات المسجوعة الغريبة على البديهة ما يحار المرء منه. فخلاصة هذه الخاطرة أو هذا الصيد أنه ينعي على الذين يتعبدون بالرأي ولا يتبعون الشرع، فهؤلاء مفرطون. وينعي أيضا على الذين رموا الدنيا على
باعتبار أنه وردت آيات وأحاديث كثيرة تذم الدنيا وتذم أهلها، ونعى عليهم أنهم يخطفون الحكم من نص واحد، ولا زالت هذه هي المصيبة الكبرى والداهية الدهياء إلى زمان الناس هذا. إن العلماء صرحوا أنه لا يجوز لأحد أن يحكم في قضية من القضايا إلا إذا جمع النصوص كلها من الكتاب والسنة بما يقدر عليه. المرجئة مثلا الذين يرجئون الأعمال فلا يدخلونها في الإيمان، خطفوا هذا المعنى من حديث واحد وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وخلاص وقفوا على هذا، وهم يظنون أن العبد يستطيع إذا مات أن يقول لا إله إلا الله. لا، هذه الكلمة أثقل من الجبال الرواسي، لا يذل اللسان بها حال الموت إلا من عمل بها في الحياة، عاش بها، قام بها، ونام بها، ولم يحرك قدما إلا بها، ولم يضع قدمه في موضع إلا كان مأذونا له أن يضعها في هذا الموضع الذي عاش حياته كلها، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ضمه الصلاة والنسك تدخل في المحيا، لكن العلماء يقولون ذكر الخاص قبل العام أو بعد العام يفيد الاهتمام، فالصلاة خاص شيء خاص، والنسك شيء خاص، والمحيا عام يشمل هذا، فقال لك إنما خصص الصلاة والنسك لمزيد الاهتمام بهما. وممات لله، الموت موتتان: موتة صغرى وموتة كبرى. الموتة الصغرى النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. اثنين نايمين جنب بعض، أرواحهم بتطلع، يتوفاها الله عز وجل. إذا كان ده آخر نفس له في الدنيا، روحه ما ترجعلوش، خلاص يبقى بدنا بلا روح. التاني لسه له سنة سنتين، 10 20 30، ترجع له روح. فيمسك التي قضى عليها الموت لا يردها إلى صاحبها. يبقى عندنا الموت، النوم هو إيه؟ هو الموتة الصغرى. طيب كيف تجعل منامك لله؟ وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، قلنا الموت اثنين، الموت الصغرى. كيف تجعل نومك لله؟ أن يكون الله عز وجل آخر مذكور لك، ما تعملش بقى مكالمات والمصنع والمتجر والدولار واليورو والين وبتاع، وابعت الصفقة واعمل المش عارف ايه وتقوم نايم وتشخر بقى، يكون آخر عهدك هو الدينار والدرهم. لا، هي الأذكار الموظفة علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ليكون المرء ذاكرا طيلة وقته. طول النهار ذاكر، كل ما يرى حاجة لها ذكر. فإذا أراد أن ينام قال: وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة منك إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. اللهم إن قبضت نفسي فاغفر لها وارحمها، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه. وتنام. فإذا استيقظت وفتحت عينيك كان الله عز وجل أول مذكور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. ما هو ده الممات، قبل أن يكون مماتك الأكبر لله عز وجل فتذل هذه الكلمة التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وجردت أسنة السيوف وشربت الأرض من دماء العباد لأجل هذه الكلمة لا إله إلا الله، لأجل أن يقولها المرء في الموتة الكبرى. يبقى في الموتة الصغرى لابد أن يكون عبدا. هذه معنى ومماتي لله، يكون مماتك لله. وطبعا الأذكار الموظفة كلها معان جميلة، كلما عرفت المعنى واستطعمته كلما زدت به إيمانا. وجهت وجهي إليه، احنا قلنا الله عز وجل آخر مذكور، آخر مذكور لك في الدنيا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ده إيه؟ قال: فمن مات من ليلته مات على الفطرة. والفطرة هي الإسلام. يبقى الرجل إذا كان ده آخر كلام له في الدنيا يبقى فعلا ربنا في قلبه ويعيش نهاره لله. فأول ما ينام يحط يضع كفه اليمنى تحت خده وينام على جنبه. واحد يقول لك أنا جنب اليمين بيوجعني وبستريح في الشمال، نقول لك ابتدي باليمين، ابتدي حط ايدك كده تحت خدك زي ما الرسول قال بالظبط، زي ما فعل، تعمل زي بالظبط. انت ممكن ما تفهمش وضع الكف تحت الخد فايدته ايه، لكن سلم. اذا قال لك حط ايدك تحط ايدك، ما تقوحش، وتنام وتقول الاذكار، واذا تقلب ماشي، بس تبتدي كما امرك النبي عليه الصلاة والسلام. وجهت وجهي اليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك. شوف الترتيبة دي. طب وجهت وجهي هيروح على فين؟ ما هو نايم اهو، هيروح على فين؟ ما احنا لسه بنقول اهو ممكن يموت. يبقى وجهته إلى الله، يروح على طول على هناك. كأنما قال: يا ربي إذا قبضت روحي فوجهت وجهي إليك. طب إذا ما متش وكان لسه لي عمر ألجأت ظهري إليك. أنت عارف الإنسان إذا اغتيل يغتال من الخلف، لأن لو العدو جاله من قدام يقدر يدافع عن نفسه. إنما يغتال المرء غيلة وغدرا دائما من الخلف. طب مين اللي يغتالك؟ الشيطان. فأنت لما تقول الأذكار بالذات مثلا لما تقرأ آية الكرسي كما في حديث البخاري في تمر الصدقة والشيطان والكلام ده الحديث أكيد كلكم حافظينه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي هريرة: أتدري يا أبا هريرة من تكلم منذ ثلاث؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. الشيطان ده أوصى أبا هريرة
لما كان هيمسكه يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام فحب يهرب منه، فقال له طب أنا هقول لك نصيحة ووصية وتسيبني، لا ترفعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإن قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. أول ما تقرأ آية الكرسي ملك واقف على رأسك على طول، ملك مع السلاح بتاعه. الشيطان إنما يغتالك وأنت نائم، ما أنت إذا أنت كنت مستيقظا تذكر الله عز وجل، طول ما أنت ذاكر الشيطان ما يعرفش يقرب لك. أول ما تنام ولا تذكر الله كأنما ألقيت سلاحك ونمت، سهل أوي العدو يذبحك وأنت نايم، ما أنت نمت خلاص وألقيت سلاحك. فالله عز وجل يكافئك كأنما يقول لك كنت ذاكرا لي طيلة اليوم، فكان من جزاء ذكرك لي أنني وكلت بك ملكا يحميك إلى أن تستيقظ فتستأنف الذكر. يبقى خلاص الملك واقف بسلاحه يعني يدافع عنه. فأنت لما تقول ألجأت ظهري إليك يعني احمني حتى لا أغتال وأنا نائم، وفوضت أمري إليك، التفويض عند بعض العلماء يكون بعد التوكل، أعلى درجة من التوكل. يقولك التوكل يكون بالأسباب وبغيرها، إنما التفويض عادة يكون بعد فقد الأسباب. خلاص زي ما حصل في العبارة، أو العبارة ده يعني شوف بعض الناس اللي هم ربنا أنجاهم عز وجل، قال لأول مرة أفهم قوله تعالى في ظلمات البر والبحر، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قال ما كنتش عارف ان البحر له ظلمة، الساعة 2 بالليل وفي طوبة، يعني البني آدم أطرافه بتتلج حتى لو عايز يسبح ولا يعوم ولا يعمل حاجة وقف، أطرافه نشفت، وفي بحر مالوش ساحل، ما تعرفش لو انت حتى بطل السباحة العالمي ما تعرفش انت ماشي بالطول ولا بالعرض. ما انا لا عارف خطوط سير في البحر، كنت اعرف ان انا هفضل ماشي كده اصل للشاطئ التاني، لكن ممكن اكون ماشي بالطول مش عارف اي حاجة ولا صريخ. هو ده التفويض، فقد الاسباب كلها. زي الاخ السعودي اللي انت يمكن شفته، فضل بقى نايم على ظهره بالبتاع دي وعمال يقرا في سوره الكهف وسوره تبارك، وتحط موجه وتنزله موجه والكلام، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى لطف به. وكانت المشكله ان تاني يوم الجمعه كان اظن ماتش كوره لنا والكلام ده، فالدنيا كلها واقفه، يعني اللي يموت يموت، مفيش حد لا صريخ ولا منقذ. التفويض تفقد الاسباب بالكليه، فما يبقى إلا اعتماد قلبي على الله عز وجل. فإنت رجل نايم ألقيت سلاحك، لا تملك من أمر نفسك شيئا، يعني مراتك لو بتكرهك ولا حاجة تذبحك وتكيسك 16 كيس ولا 30 كيس على حسب جتتك بقى، العز بقى بيبقى يدخل في المسألة دي، ممكن أي حاجة. أنت بتدخل عمرك ما تفكر تقول لا أنت حتى سمي في الأكل ولا تشك فيها ولا الكلام ده ولا بتاع. فأنت راجل نايمة، فوضت أمري إليك، خلاص فقدت الأسباب الكلية لأنك نايم ميت. فشوف الذكر، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أي جهة تهرب منها إلا الله، تهرب منه إليه. لكن أنت لما تكون هربان من ظالم بتروح لواحد تاني يحميك، لكن رب العالمين تهرب منه تروح فين؟ تهرب منه إليه، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل. الأذكار الموظفة مليانة معاني جميلة، كل ما تهضم المعنى وتعرفه الكلام ده تزداد به إيمان. فلما بقى نقرأ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، إذا كانت كده يسهل عليك عند الموت أن تقول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي الأمانة التي قال الله عز وجل فيها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان
إنه كان ظلوما جهولا. ولا إله إلا الله هي دي الأمانة أيضا التي وردت في حديث حذيفة في الصحيحين عن النبي صلى في الصحيحين قال إن الأمانة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة. أظن عن حذيفة وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الجذر جذر كل شيء أصله. قالوا ما الحديث؟ حدثنا حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. فقال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة. الجذر هو الأصل، أصل الشيء. فالأمانة هو الإيمان، الإيمان اللي هو أصل الكلمة بقى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنزل الإيمان في أصل قلوب الرجال، فلما نزل القرآن كان الإيمان متقدما، فلم ينكروا آية ولم يعترضوا على رب العالمين لا في قليل ولا في كثير، عشان الإيمان متقدم. كما روى ابن ماجة بسند صحيح في مقدمة السنن عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. النهاردة الجماعة اللي بيعترضوا على الآيات ويعترضوا على الأحاديث والكلام ده ليس عندهم إيمان متقدم، العملية بيضة خالص فيش فيها أي حاجة. يرد عليه الحديث يقول لك معلش أنا مش مقتنع بيه، ده حديث أحاد ولا بد أن يبلغ مبلغ التواتر ومش عارف مين. حتى زي عمرو بن عبيد ده، واحد بيقول له أفتى فتوى فقال له إن 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 جاء إن سمرة بن جندب نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قال ما تفعل بسمرة؟ قبح الله سمرة. عمرو بن عبيد ده كان يجمع خمسة ألوان من البدع، كل بدعة تهد بلد. أهو بني آدم واحد عنده خمسة ألوان من البدع، وده بقى كانت علامة الصلاة في وجهه كركبة العنز طلع بظة البرة كده هو. حتى كان المنصور إذا رآه يخضع لفرط زهده وتجافيه عن الدنيا. بدأ كلام ابن الجوزة زاهد متصنع في الظاهر يحوي هذه البدع كلها. شوف المنصور لما كان يراه كان يقول كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد. بقول كلكم زي الصياد او التكساجي. التكساجي ماشي معطل الدنيا ليه؟ بيبص على الزبائن، بص يمين وبص شمال منها يشاور له ويقف في اي حته، يقف في نص الطريق ما يركنش، ما يلحقش يركن، ما يلاقي وراه اسطول تاكسيات، اذا حب يركن كده اللي وراه يقوم راكن وخاطف الزبون. زي الصياد برضه يدخل الغابه يدور بقى، الصياد مش داخل يجري ولا داخل يتفسح، لا داخل عشان يصطاد. فكل شويه يبص يمين يبص شمال، فين الغزال فين الزرافه فين البط فين مش عارف ايه الكلام ده. فهو بيقول كلكم يمشي رويد، كلكم ماشيين على ماء. ليه؟ بتدوروا على حاجه. كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد. فازاي بقى وصل للزهد والعلامة الزهد وهو رجل يجمع خمسة ألوان من البدع؟ فده كلام إن شاء الله سنبسطه بإذن الله تعالى. فيقوله جندب ابن عبد الله البجلي تعلمنا الإيمان. إذن الإيمان بيتعلم. إزاي تتعلم الإيمان؟ هذا بحث برضه هنذكره إن شاء الله عز وجل، لأن في ناس عايزة تؤمن مش عارفة تؤمن. يقول لك أتعلم الإيمان إزاي؟ أنا ممكن أتعلم القراءة والكتابة وأتعلم العلم وأتعلم الأصول، قدامي كلام ممكن أحفظه ممكن ألخصه، لكن الإيمان ده كيف أتعلم الإيمان؟ فالإيمان كان عند الصحابة كان متقدما على الوحي. لما نزل الوحي قالوا سمعنا وأطعنا. حتى في المرات القليلة اللي اعترضوا فيها مجرد أن بين لهم انتهى الأمر، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم لما نزلت خواتيم البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فدي مشكلة، كل بني آدم فينا تمر عليه من الخواطر ما لو نفذها لدخل النار بها.
عايز يقتل وعايز يسرق وعايز يزني وعايز يشرب الخمر وعايز يعمل كل حاجة، خواطر بتمر على الإنسان. فلما نزلت صعب عليهم هذا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فجاءوا فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع. درش على درش على كده، وسواس قهري داخل علي، بسمع شتيمة في قلبي واسمع غض للقرآن في قلبي والكلام ده، وأنا كاره وبعيط ليل نهار، خايف أموت على الكفر، خايف العقائد دي تستقر في قلبي وأموت على الكفر. طب أنا أعمل فيها إيه؟ كيف أدفعها عن نفسي؟ والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب أنا أعمل إيه؟ عشان كده جم وقالوا ما نقدرش. فقال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم. فأنزل الله عز وجل آية الرخصة بعدها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فأناط المسألة بعمل الجوارح. إنما اللي الخواطر اللي تمر عليك دي اقذفها خلف ظهرك ولا تخف منها. يبقى في المرات القليلة التي ما اعترضوا على الشرع وما عجبهمش الكلام، لا ده غير وارد عند هذا الجيل، لكن لما رأوا هذا تحميلا عليهم ولا يستطيعون، جاءوا إشفاقا على أنفسهم أن يعذبوا بالخواطر. يعني حتى اعتراضهم أو يعني توقفهم كان لمعنى شرعي. فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا سمعنا وأطعنا، خلاص لا يعارضون غمر، قالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم. فأنزل الله عز وجل آية الرخصة. وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل بعد صلاة الفجر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. معلش محمد.